جوستومون على خاطر انا تكلمت تري فيت وما يعني ما لم ابسط بشكل سطاح يعني بشكل تفصيلي بما اردت ان اقول ووجه رسائل، لاني يعني انا محاضرتي في الحقيقه هي في البدايه كانت كما طلبوا مني، يعني احنا حبينا نوزع شويه الادوار حتى يكون ثم نوع من الانسجام ربما معناها في الحكايه. دونك خليني نجاوب على السؤال الاول ولا باش نجاوب بصفه عامه، لكن عندي ملاحظه للسيد نتاع الجمعيه الخيريه، مرحبا به ونحييه ونحييه كل الجيش الوطني طبعا، وهذا يعني على روسنا وعينينا، وانت تنتمي الى مدافعين عن الوطن في ليا. فالحقيقة قلت أنت، أنا كنت منتظر الناس تفكر، إيه إحنا نفكروا، لأننا جئنا إلى هنا كل ما قلناه كان تفكيرا، كان يظهر لكم انفعالات أو انطباعات أو ربما لست أدري إيديولوجيا. أحيانا بعض الناس ذهبوا إلى أن إحنا ندافع على إيديولوجيا، مش حملة انتخابية حتى واحد، إحنا جينا لهنا من أجل أن نفهم مع بعضنا، وسيتي لومو اللي قلته c'est un partage d'un petit foyer de sens. احنا جينا نتقاسموا بشكل ديمقراطي، وهذا هو بالنسبه لي حدث ديمقراطي، على اساس انه الديمقراطيه ليست سياسويه، لا يحتكرها السياسيون ولا تمر بالضروره عبر صناديق الاقتراع. الديمقراطيه شان يخص المجتمع برمته، ومجتمع يتدرب على الديمقراطية هو مجتمع يمكن أن ينظم لقاءات من هذا النوع، نقاشات قائمة على لو برانسيب دو لا ديسكوسيون، على مبدأ النقاش اللي هو مبدأ فوندي بار أبرماس، اللي هو اليوم أحد أقطاب الفكر العالمي في مجال الديمقراطية والتنظير للو فيفر أنسامبل. الصديق قال، وهذا أيضا جيد جدا هذه الملاحظة، كيفاش نجم نعيش مع بعضنا مش بالضرورة بالوفاق. السيد اللي تكلم الاولاني قال هاي نتعشاو مع بعضنا، ما نجموش نتعشاو مع بعضنا بعد كل ما صار من اغتيالات قامت بين زوز ايديولوجيات وانتر دو كونسيبسيون دو موند متضادين، لم نعد سمحني نقعد على مع بعضنا على طاوله واحده الا لما يقع محاسبه، والا لما يسامح المجتمع برمته ما حدث في ضمير المجتمع برمته. وقت اللي تمسوا الناس في دمائهم وفي ارواحهم ما عادش نجموا نتعشاو مع بعضنا، والناس الكل تعرف انا على شنو نحكي. لهنا اليوم في الفرنسي بوليتيك الجديده، وانا الحقيقه ربما ما وصلتش برشا فكرتي خاطر انا قعدت اونتر دو كلون، معناها الاكاديميك والريال، معناها وليس سهلا والله. انا نقول لكم اللي زاكاديميسيان لو تعيطوا لهم، والطالبه الجميله قالت تجيبوا الجامعين يلزمهم يتكلموا ويعطيونا دور الجامعه، الجامعي احيانا لا يستطيع ان يتكلم الناس، لانه لادابتاسيون ايضا لهذا الذي تكلم عنه وليد، وانا سويت توتافي داكور افيك لوي، وانا نخدم في الحكايه هذه، هذا الاسفل اللوطه اهبطوا للناس، اي ها نحاولوا نهبطوا للناس. دونك فزاد كي نهبطوا للناس احنا نطلعوا مع بعضنا احنا واياهم، ونقولوا لهم ينبغي تحيين عقولكم، تحيين عقارب عقولكم كي نقولوا عقارب الساعه، على اخر ما وصل اليه العقل في العالم. نحن عالميين، رانا مش توانسه مسكرين، واحد يجي يقول لي انت شنو دينك؟ هذه اسئله لم تعد لها الاولويه المطلقه في اي مجتمع عالمي، حتى المجتمع الصهيوني القائم على اطروحه دينيه باش ينجم يستعمر فلسطين. يعني ما هو دينك؟ كلمه دين تؤدي للارهاب بكل باي الاشكال. احنا ناس مؤمنين، مؤمنين بربي، ومؤمنين بقضايانا، ومؤمنين بالمجتمع، ولا يمكن لأي كهنة من جديد أن يعودوا إلى المعبد أو صياع على عقولنا. لذلك أنا بدأت من هيجل، وأعرف أن هيجل عالمي، عقل عالمي. أردت أن أقول أنه ليس شخصا وليس ألمانيا، ونيتش الفيلسوف الألماني يقول نادرا ما يكون الفيلسوف شخصا. نوسام با دي بيرسون، لهنا احنا نجيب عقول، نجيب ادوات عمل كمان
لو ما نجيبوش ادوات عمل تقولوا شبيه لوطه الديسكو، نجيبوا وسائل فهم وتحليل كيما توا في الميديسين واحد يشرح في جثه يشرح فيها بوسائل الطبيه اخر ما ظهر وبالنظريات الطبيه الاخر ما ظهر. احنا في الهيومانيتي نجيو باش نتكلموا على ظاهره انسانيه بوسائل العلوم الانسانيه تقولوا يزيزي من نخبويه مش نخبويه، ما بعدنا نطلع نرتقي. على ذلك قلت il faut défendre l'idée la noblesse du concept ونعيد المفاهيم الى منشئها الى تاريخيتها. صحيح سي طاهر وانا نتعلم منك انك تقول راهو عندنا ما يناسبنا ايضا من ترسانة المفاهيم، هذا صحيح. لكن المحاضره دي لا تتسع لان انا اتوسع بهذه، اعرف جيدا ان المفكر الباهي هو اللي نجم ياخذ ما يناسب طبيعة مجتمع وسياق مجتمع. هذا السوسيولوج يعملها. تفضلوا يا خويا اللي سوسيولوج متاع بلادنا يجيوا يحاولوا يفهموا ما حدث تحديدا في تونس. ما عندناش إجابات، احنا نحاولوا نفهموا معاكم، جينا نحاولوا نفهموا، وليسونسيال هو نقاش العقول هذا. و ما يلزمش كل فما ديسيبسيون، يلزم فما تكون اون تري غروند جوا دو سيت رونكونتر افيك لا فيريتي. لا possibilité de la vérité، لا اقصد الحقيقه المطلقه ولا الدغمائيه ولا عندي حقيقتي، ما عندي حتى حقيقه. انا جو سوي دون لو سيبتيسيزم لهنا. ودولوز يقول il faut développer un scepticisme supérieur. ما تنجمش تعيش توا لو فيفر انسومبل وتعيش بهذا الاختلاف الكبير بين الفئات الاجتماعيه اليوم في الاوروب. ما عادش فما شعب، دمرت فكره الشعب. واحد قال احنا شعوب شعب نهضاوي، لا فما رعيه ايه وفما امكانيه شعب. لكن كي تحب تتكلم دون مانيير استراتيجيك وتعطي الامل تقول احنا الشعب التونسي على خاطريك باختلافاتنا تلمينا وعملنا ثوره وما زلنا عايشين مع بعضنا وما زلنا نصبحوا مع بعضنا وما زلنا نقعدوا مع بعضنا. فما اون جروند ايتيك في الشعب التونسي. نحن لم نفشل، ما فشل ونعاودها هو السياسيون اللي يعاودوا يرجعوا مره اخرى ويقترحوا رواحهم كفاشلون جدد من اجل مصادره المستقبل مره اخرى. نحن نجحنا في ان نفضحوا فيهم، في ان نكتبوا ضدهم، في ان نقاوموا بالثقافه، في ان اولادنا وشبابنا في المجتمع المدني اليوم يمشي في كل مكان ويسمع ويتقن الانصات الى الناس في همومهم اليوميه. نحن نجحنا باطلاق. هذه دربه على الديمقراطيه، والديمقراطيه راهي مش نتاع يوسف الشاهد ولا نتاع السيد مورو، الديمقراطيه نتاع الشعب التونسي. ونحن هنا ولن ينتصروا علينا، نحن ناجحون ونجحنا في ان نقف في وجوههم وسوف نواصل. شكرا لكم.